وبينما رجل اسمه سراقة جالس عند قوم، ذكر أحدهم أنه رأى سوادان على طريق الساحل، فعرف سراقة فأنكر أمام القوم حتى لا يسبقه أحد، فذهب إلى بيته وجهز السلاح والفرس وانطلق، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: بعثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله. قال: اللهم اكفني بما شئت. الأرض جلد يابسة، فساخت قدما الفرس في الأرض حتى وقع عنه، فقام ثم ركب على فرسه ثم ساخت فوقع، فقال: يا محمد أعطني الأمان. الآن أيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ومرسل، قال: أعطني الأمان. أعطاه الأمان بس لا، وزاده، قال: ووعده بسواري قسم. الله أكبر، رجل فقير مطرود من بلاده، ملاحق يخشى على نفسه القتل، ويوعد بسواري قسمة. وما القسمة؟ إمبراطورية. فرجع سراقة وكتم أمر النبي، وكلما وجد قوم قال: أنا كفيتكم هذه الجهة.